ديال المديح والسامع واللي كينظموا مجلس مقاطعه وجمعيه الاهله، وغادي نحتفلوا ان شاء الله مده ديال 3 ايام اللي موزعه حسب واحد البرنامج اللي كاين غادي اليوم الانطلاقه من مقر ديال مجلس مقاطعه يعقوب منصور، واللي غيعرف عاوتاني تظاهرات اخرى. كاينه واحده بساحه احباس وكاين واحده بساحه المنال، يعني في هاد 3 ايام، يعني اليوم وغدا وبعد غدا ان شاء الله. مناسبه ديال احياء هاد التراث اللي كيف كيعرف الجميع تراث اللي كيجي في هاد الفضل فضل هاد الشهر المعظم، وهذه مناسبه باش مجلس المقاطعه يعقوب منصور يحتفل مع الساكنه ديالو ومع الناس بصفه عامه بهاد التراث هذا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ممثل الفرقة المريدية التي تخص بالأمداح النبوية، لأن هذه المناسبة مهمة جدا يعني بالنسبة لهذه الفرقة المريدية، لأن هذه الطريقة المريدية يعني تختص بالأمداح النبوية من الشيخ المؤسس لهذه الطريقة، كتب كثيرا من القصائد فيها الأمداح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كالأتباع للشيخ أحمد بامبا كذلك أيضا نحن نتعايش أيضا هذه المناسبة في كثير يعني من البلدان الخارجية، وفي المغرب نحن أيضا ننظم يعني حلقة للنشيد يعني بالأمداح النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المناسبة يعني ننتهز فرصة لنشر هذه الفرقة يعني عن طريق هذا المهرجان، وكذلك يعني لكي نجذب يعني الأنظار، وكذلك الكل الذين يعني يريدون أن يتبعوا هذه المهمة. يعني على طريق اختصار
يعني نحن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشكل يعني منظمة، يعني بدون أوتار، بدون أنغام، فقط يعني عن طريق الدائرة وكذلك عن طريق منظمة جدا يعني. لذلك نفرح كثيرا بهذه المناسبة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني كل الخير والعافية إن شاء الله في هذه الشهر الأمبارك إن شاء الله. الخير محمد همرس، رئيس جمعية الأهلة المغربية للإنشاد وإحياء التراث. نحن في هذا اليوم الافتتاح للدورة الأولى لمهرجان نسمات الرباط للمديح والسماع الروحي الذي تنظمه الجمعية بتنسيق وتعاون مع مجلس مقاطعة يعقوب منصور، وأيضا بتعاون مع مكتبة الألفية الثالثة ومع مجموعة من الجمعيات التي تشتغل في حقل المديح والسماع وأيضا الملحون. فهذه الدورة الأولى التي ستنضم بمجموعة من المحطات، اليوم الافتتاحي بقاعة مجلس مقاطعة يعقوب منصور، اليوم الثاني إن شاء الله سيكون بساحة المنال، واليوم الثالث سيكون بساحة الحباس بيعقوب منصور. وأملنا أن تكون هذه الدورة التي تحمل في طياتها ضيفا عزيزا على المغاربة وهي دولة السنغال التي تحضر معنا بفرقتين، وهذا شيء جميل. حضرت هذه الفرق لكي تواكب معنا المشروع الثقافي لمدينة الرباط عاصمة المغرب الثقافية، وأملنا أن تنال هذه الدورة إعجاب الجمهور الكريم من مدينة الرباط. و في هذه أيام مباركة من شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، راعي الفن والفنانين بهذا البلد وراعي الموروث الثقافي. والحمد لله نحن فرحون كثيرا لأن المغرب بفنه اللي هو فن الملحون الذي أدرج كفن عالمي من طرف منظمة اليونسكو، هنيئا لنا بهذا الحدث وهنيئا لنا بهذه الدورة الأولى، وأملنا أن تنال إعجاب ساكنة يعقوب منصور خصوصا وساكنة مدينة الرباط عموما. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.